بعد ما شفنا وتابعنا الأحداث اللي حصلت امبارح وفي المحافظات كمان، هنشوف الأخبار اللي هتحصل النهاردة، واللي منها انطلاق امتحانات آخر العام الإلكترونية والورقية كمان لسنة أولى ثانوي، وكمان في ماتشات مهمة جدا في الدوري المصري والدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتنطلق امتحانات آخر العام الإلكترونية والورقية لسنة أولى ثانوي، والنهاردة هيكون امتحان مادة اللغة العربية بنسبة 70% إلكتروني و 30% ورقي، ويبدأ الطلاب الامتحان في الساعة 8 الصبح بالجزء الورقي المقالي، وبعد كده يحصل الطلاب على فترة راحة 15 دقيقة قبل ما يبدأوا الامتحان الإلكتروني. النهاردة هتنظم كلية التربية جامعة حلوان حفل ختام مشروع إيراسموس المقدم من الاتحاد الأوروبي بعنوان الشراكة بين الجامعة والمدرسة لبناء مجتمعات الأفراد من المتعلمين، والمقام بالشراكة ما بين جامعة حلوان متمثلة في كلية التربية وعدد من مدارس وزارة التربية والتعليم. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات مهمة في إطار الجولة 18 من الدوري المصري، هيلتقي المصري مع غزل المحلة الساعة 4 العصر، والاتحاد السكندري مع سموحة الساعة 6:30، ومصر المقاصة مع بيراميدز الساعة 9 بالليل. في الدوري الإنجليزي هيلتقي ليستر سيتي مع نوريتش في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع 21 من عمر المسابقة الساعة 9 لربع بالليل، وهيلتقي واتفورد مع إيفرتون في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع 30 من عمر المسابقة، وهتقام مباراتين في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع 33 تجمع الأولى ما بين تشيلسي مع ليدز يونايتد الساعة 8:30 بالليل، والثانية ما بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون الساعة 9:15 بالليل.